ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. النهاردة هيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. بيعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وبحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللي بيعرض خطة الوزارة لمواجهة التحديات المختلفة. أيضاً النهاردة هتختتم فعاليات أسبوع الاحتفال بمرور 150 سنة على ميلاد الزعيم مصطفى كامل في بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي مكتبة الإسكندرية. كمان النهاردة هيشهد مسرح السامر بالعجوزة في 9 مساء العرض المسرحي الحضيض في ختام العروض المسرحية اللي بتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 17 دورة سميحة أيوب والمستمرة حتى 17 أغسطس الحالي، وبيقدم العرض بالمسرح مجانا على مدار ليلتين.